كده المفروض بدأ يسجل البروتين سينثيسيس. بدأنا نسجل كده خلاص. البروتين سينثيسيس احنا هنتعرف على قصص البروتين سينثيسيس شبه الار ان اي ترانسكريبشن برضو من ثلاث خطوات انيشيشن والونجيشن وترمينيشن وبيحصل بروسيسنج برضو. وبعد كده هتعرف ازاي المضادات الحيويه بتموت البكتيريا بتاثيرها سواء على عمليه الار ان اي ترانسكريبشن في البكتيريا او البروتين سينثيسيس. طيب برضو هيبقى له فيديو بس بعد ما نخلص تمام. معلش هي جالت بسرعه على السلايد. ايه الريكويرمنت برضو زي ما كان في ريكويرمنت للدين اي ريبليكيشن ريكويرمنت للار ان اي ترانسكريبشن. ايه هي الاحتياجات المحتاجه للبروتين سينثيسيس؟ محتاج طبعا امينو اسيد وتي ار ان اي شابك فيه يعني محتاج امينو اسيد وتي ار ان اي وانزيم يشبكهم في بعض اسمه امينو اسايل تي ار ان اي سينثيتيز. وبعد كده محتاج الام ار ان اي اللي هترجمه ومحتاج المصنع اللي هيدخل فيه الام ار ان اي ويترجم لبروتين اللي هو الريبوسومز. وفي النص محتاج مصادر للطاقه هاي انرجي كومباوند وبعض العوامل المساعده اللي بيسموها بروتين فاكتور. ديت ان جنرال الريكويرمنت بتاعه البروتين سينس. احنا بناخد مقدمه بس على القصه. الامينو اسيد المفروض من البدايه طالما هترجم ام ار ان اي يبقى انا لازم يبقى عندي كل الامينو اسيد اللي هتدخل في الاستراكشر بتاع البروتين اللي انا هطلعه من هذا الام ار ان اي لازم يبقى متاحين اثناء وقت البروتين سينس. التي ار ان اي لازم يبقى ماسك في الكورسبوندنج امينو اسيد بتاعه عند الثلاثه داش اي سي سي تيرمينس. واول ما التي ار ان اي يبقى ماسك في الامينو اسيد بتاعه بيبقى اسمه تشارجد اتشحن تشارجد تي ار ان اي. لكن لو ما مسكش في امينو اسيد وكان فري وحر بيسموه ان تشارجد تي ار ان اي يعني غير مشحون. وبيسموا الامينو اسيد اللي بيمسك في التي ار ان اي بتاعه بيسموه اكتيفيتد يعني الامينو اسيد ده كده اتنشط. طيب علشان قدره التي ار ان اي موليكيول ان هو هشوف في حد اماني كتبت حلول التمرين اللي فات بناء على كلام ايات. ماشي تمام اشكركم على التعاون بتاعكم مع بعض صراحه. بيقول لك عشان قدره التي ار ان اي موليكيول يعمل حاجتين مع بعض يمسك في امينو اسيد من ناحيه عند الثلاثه داش اي سي سي تيرمينس ويتعرف باي اتس انتي كودون لوب على الكومبلمنتري كود الموجود على الام ار ان اي من ناحيه ثانيه فبيسموه بالادابتور موليكيول واحنا قلناها يعني بيظبط الدنيا. طيب الام ار الامينو اسيل تي ار ان اي سنسيتيز ايه قصته؟ ده الانزيم اللي بيحفز ارتباط الامينو اسيد بالكورسبوندنج تي ار ان اي بتاعه بس بيحتاج طاقه بيكسر لي هاي تو هاي انرجي بوند يعني الاي تي بي تتحول اي ام بي وبايروفوسفيد. كمان محتاج اللي هترجمه اصلا الحاجه اللي هترجمها لبروتين اللي هو الام ار ان اي وده بيشتغل كقالب علشان اقدر اصنع منه البروتين اللي انا عايزه. واخيرا المصنع الكبير اللي هيتصنع فيه القصه دي اللي هو الرايبوسومات واللي احنا قلنا هيجات الرسمه بتاعتها عشان افكركم. هو الرايبوسومز دي عباره عن تو رايبوزومال سب يونت ماسكين في بعض ال 60 اس وال 40 اس رايبوزومال سب يونت. عشان لو فاكرين قلت لكم هناخد البروتين سينثيسيس بس هو اللي هناخده في الايوكاريوت. ماشي فماشيين بالايوكاريوتيك رايبوسوم اللي هو 60 و40 وتوتال 80 اس رايبوزومال سب يونت. بيبقى فيهم مكانين زي ما انتم شايفين في سلايد رقم 8 مكانين بالطول كده ياخدوا يبقوا على طول التو رايبوزومال سب يونت. وبيبقى فيهم ايه تونير بورين كودون على الام ار ان اي واحد اسمه بي سايت للبريسيدنج امينو اسيل تي ار ان اي وواحد اسمه ايه سايت للفولوينج او للنكست امينو اسيل تي ار ان اي. ده قصه الرايبوسوم. طيب بعد كده هنحتاج شويه بروتين فاكتور على حسب المرحله اللي انا فيها في البروتين سينثيسيس. لو انا في الانيشيشن ستيب بيبقى اسمه ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتورز او اي اي اف. لو انا في الالونجيشن ستيب يبقى اسمه ايوكاريوتيك الونجيشن فاكتور. ولو انا في الترمينيشن ستيب بيبقى اسمه ايوكاريوتيك ريليزنج فاكتور. ومحتاج هاي انرجي كومباوند على هيئه جي تي بي واي تي بي. يلا نشوف خطوات البروتين سينثيسيس بس دقيقه بالظبط وهرجع لكم حالا.
زي ما انتم شايفين خطوات البروتين سينثيسز، اولا انشط الامينو اسيد يعني الزجه في التي ار ان اي بتاعه بالامينو اسايل تي ار ان اي سينثيتيز، وبعد كده الثلاثه ستيب اللي شبه الار ان اي ترانسكريبشن، انيشيشن ثم الونجيشن ثم ترمينيشن. نركز وايه ونطول بالنا شويه. طيب نبدا بالاكتيفيشن. انا اللي يهمني ان بيجي على اقصى الناحيه من تحت النص الشمال، يعني lower left part of the slide، سلايد رقم 11. الامينو اسيد يمسك في الاي تي بي ومعاه الامينو سايل الامينو سايل ار ان اي سينسيتيز، يروح يديني مركب بسيط في النص اللي هو امينو اسيد ماسك اسمه ايه ده، ماسك في اي ام بي وماسك في التي في التي ار ان اي، وبعد كده وطالع منه بايروفوسفيت اللي هو امينو اسيد. وبعدين بعد ما يتكون مركب الوسيط ده يتشال ام بي ويبقى عندي تي ار ان اي ماسك في الامينو اسيد بتاعه وخلاص. والانزيم اسمه امينو اسيد امينو اسايل تي ار ان اي سينسيتيز، وبيستهلك تو هاي انرجي بوند، يعني امينو اسيد اي تي بي وتي ار ان اي، يروح التي ار ان اي يمسك في الاي ام بي والامينو اسيد، وبعدين كمركب وسيط يعني انترميديت كومباوند، بعدين يحصل ريليز للاي ام بي ويديني الامينو اسايل تي ار ان اي اللي هو تي ار ان اي ماسك في الامينو اسيد الخاص بيه. خلصنا من الخطوه دي، ننقل على خطوه الانيشيشن ستيب، ودي بحتاج فيها الامينو اسايل تي ار ان ايز، يعني تي ار ان اي المشحونه بالامينو اسيد والريبوسوم والام ار ان اي اللي عايز اترجمه وهاي انرجي كومباوند الاي تي بي والجي تي بي، وطبعا ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتورز. هم خمسه فاكتور هنحتاجهم في الستيب دي، وهي بتبقى ثلاث مراحل. اول ستيب الانيشيشن ستيب اصلا ثلاثه ستيجز لوحدها، ان انا بكون ثلاثه كومبلكسز. اول كومبلكس بيتكون هو عباره عن 43 اس بري انيشيشن كومبلكس، والكومبلكس الثاني اسمه 48 اس بري انيشيشن كومبلكس، والكومبلكس الاخير اسمه 80 اس انيشيشن كومبلكس. تعالوا نتخيل بيحصل ده ازاي. اول حاجه زي ما انتم شايفين في الرسم، احنا في سلايد 13، بيجي احنا هم 5 ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور هنستخدمهم. نستخدم اول اتنين مع بعض، زي ما انتم شايفين ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور واحد بيبدا يفكك لي ال 80 اس ريبوزومال سب يونت لل 60 و 40 اس ريبوزومال سب يونت. طب ما ممكن يرجعوا يمسكوا في بعض ويحصل لهم ري اسوشيشن. لا، ما بيجي ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 3 مش 2 يمنع زي الري اسوشيشن، ويروح واحد و3 يمسكوا في ال 40 اس ريبوزومال سب يونت بالمنظر ده. سلايد 14 مش كده وبس، بيجي بقى مين فاضل اللي احنا سيبناه في النص ما جبناش اسمه، ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 2 بيبقى اصلا ماسك في حاجتين، ماسك في جي تي بي، فيروح يبدا يحفز لي الامينو اسايل تي ار ان اي ان هو يبدا يدخل في ال 40 اس ريبوزومال سب يونت. خلي بالك اول امينو اسيد زي ما قلنا اول بيز بتتحط في الار ان اي لازم تكون بيورين، اول امينو اسيد بيتكون في اي بروتين في العالم اسمه ميثيونين امينو اسيد، واول والكود بتاعه اسمه اي يو جي، حتى بيسموه انيشيشن ترانزليشن كود. الكود اللي بيبقى اول كود بيترجم دايما ميثيونين، فعشان كده تلقوا اول انا كاتب على الار ان اي ده تي ار ان اي مش امينو اسيد، كاتب ميت تي ار ان اي، ميت اختصار ميثيونين تي ار ان اي خلاص. فالخطوه اللي بعد كده ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 2 بيمسك فيه مركب عالي الطاقه اللي هو جي تي بي، فيروح يمسك ويحفز الميثيونين تي ار ان اي ان هو يمسك لي في ال 40 اس ريبوزومال سب يونت اللي اوريدي ماسك فيها ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 1 و3. عند الستيج دي انا كونت ال 43 اس بري انيشيشن كومبلكس اللي هو عباره عن مين ومين، عباره عن الايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 1 و2 و3 وجي تي بي و وميثيونين تي ار ان اي و40 اس ريبوزومال سب يونت. طب فاضل بقى ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور كام عشان نشوف الخطوه اللي بعدها؟ فاكتور 4. قال لك فاكتور 4 بيروح فاضل مين؟ يروح قال لك ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 4 يمسك في الطاجيه بتاعت الام ار ان اي اللي هو 7 مثال جوانتين ترايفوسفيت، ويروح ينشطها انها تمسك في الكومبلكس اللي فات خلاص.
بس بيحتاج طاقه هاي انرجي يكسر لي الاي تي بي الى اي دي بي وفوسفورس. خلاص زي ما انتم شايفين في الرسمه في السلايد 17 اهو، ادي الايوكاريوتيك انجيوم فاكتور 4 يمسك في الراس بتاع الام ار ان اللي عايز يترجمه وينشطه ويحفزه انه يمسك في ال 43 اس برين انيشيشن كومبلكس عشان يكون لي 48 اس برين انيشيشن كومبلكس. يعني انا كل اللي زودته ايه عن ال 43 اس؟ زودت ايوكاريوتيك انجيوم فاكتور 4 والام ار ان اي. خلاص طيب والحركه دي استهلكت بيها طاقه عشان تحصل. حلو الكلام ماشي. حتى كده لو قلت لك ايه هي الكومبوننت بتاعه 48 اس برين انيشيشن كومبلكس هتقول لي بتوع 43 اس وتضيف عليهم الايوكاريوتيك انشن فاكتور 4 والام ار ان اي. واحنا قال لك هنا مجمعين ايوكاريوتيك انشن فاكتور 1 و2 3 و4 جي تي بي ام ار ان اي مثانين تي ار ان اي و40 اس رايبوزومات سابقه. خلاص طيب اول ما الام ار ان اي يدخل بقى على الـ على الـ على ال40 اس رايبوزومات سب يونت واوريدي عندي مثانين تي ار ان اي تلقى الدنيا كده مش على بعضها، مش قادرين يرتاحوا. الام ال40 اس اسمه ايه ده تبدا ال 48 اس برين انيشيشن كومبلكس تعمل سكاننج على الام ار ان اي تدور لي فين الاي يو جي علشان هو ده الكومبلمنتري كودون للميثيونين تي ار ان اي اللي موجود عندي. انا في سلايد 16 فاول ما يلقاها تبدا الدنيا ترتاح بقى لان انا ظبطت الاي يو جي على الانتي كودون بتاع الميثيونين تي ار ان اي اللي موجود في ال 43 اس في 48 اس برين انيشيشن كومبلكس اللي هي في السلايد رقم 17. شايفين اهو ادي الام ار ان اي لما دخل على ال 40 اس رايبوزومال سب يونت لازم يبقى لازق فيه الميثيونين تي ار ان اي بس يبقوا كومبلمنتري لبعض. خلاص طيب فاضل لنا مين يا جماعه تحسوه ناقص عن عن الرسمه؟ انا محتاج ال 60 اس رايبوزومال سب يونت، هي اتفصلت عن ال 40 بس عايز ارجعها تاني. ومين الايوكاريوتيك انشوشن فاكتور اللي ناقص؟ انا خدت واحد واثنين وثلاثه واربعه يبقى فاضل لي رقم خمسه. هو ده اللي بيحصل في الكومبلكس الثالث والستيج الثالثه والاخيره وانا ما زلت في الانيشيشن ستيب. تعالوا نشوف هيحصل ايه. قال لك بيجي ايوكاريوتيك انشوشن فاكتور خمسه ينشط يخلي ال 60 اس رايبوزومال سب يونت تمسك في ال 48 اس بري انيشيشن كومبلكس بس بيكسر لي الجي تي بي اللي ماسك في الايوكاريوتيك انشوشن فاكتور 2 لجي دي بي وفوسفورس ويروح يفكك كل الدنيا عن بعضها. كل الايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور تطير من الكومبلكس عشان يكون لي ال 80 اس انيشيشن كومبلكس. تعالوا نشوف الرسمه دي اهو. ادي الايوكاريوتيك في سلايد رقم 19 ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 5 دخل بس لما دخل طلع كل الايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور بما فيه نفسه، طلع 1 2 3 4 و5 وكسر لي جي تي بي الى اللي كان ماسك في الايكوريتيك انيشيشن فاكتور 2 الى جي دي بي وفوسفورس ولزج لي مين ال 60 اس رايبوزومال سب يونت. كده انا رجعت الحال طبيعي، بقى عندي 80 اس كومبلكس، ال 80 عباره عن 60 و40 رايبوزومال سب يونت ماسك فيهم الام ار ان اي وماسك في البي سايت الميثيونين تي ار ان اي والاي سايت فاضي مستعد ان يدخل فيه امينو سيل تي ار ان اي جديد. خلاص حتى جايين لك هو ايه ان الكومبليت 80 اس رايبوزومال سب يونت ريبوزوم ده بيبقى فيه تو بايندينج سايت للامينو اسيلت ار ان اي، البي سايت فور ذا بريسيدنج يعني السابق امينو اسيلت ار ان اي والاي فور ذا فولوينج امينو اسيلت ار ان اي. وقلنا اوتوماتيك دايما الميثيونين تي ار ان اي بيبقى موجود في البي سايت والاي سايت يبقى فاضي يستقبل امينو اسيلت ار ان اي جديد على حسب الكودون الموجود بعد الكودون بتاع الميثيونين على الام ار ان اي. ماشي كده احنا خلصت الانيشيشن ستيب يا جماعه. والسلايد رقم 20 دي انا مش عايزها ملهاش لازمه ان تعرفوها. تعالوا نشوف الستيب الثانيه اللي هي الالونجيشن بقى. الالونجيشن ستيب ايه بقى الاحتياجات؟ محتاج نيو امينو سالت ار ان اي يدخل ومحتاج مصادر للطاقه زي الجي تي بي ومحتاج انزيمين، واحد اسمه بتدايل ترانسفيريز وواحد اسمه ترانسلوكيز. تمام ومحتاج ايوكاريوتيك الونجيشن فاكتور 1 الفا وايوكاريوتيك الونجيشن فاكتور 2. ايه اللي بيحصل في الالونجيشن ستيب؟ كل اللي بيحصل بيجي الالونجيشن فاكتور ايوكاريوتيك الالونجيشن فاكتور 1 الفا، ادي اشوف سلايد 21 ايوكاريوتيك الالونجيشن فاكتور 1 الفا ماسك في جي تي بي يروح يدور على الامينو اسايل تي ار ان اي جديد. خلاص ويروح ايه بقى يعمل ايه؟ يحفز ان هو يدخل على الاي سايت بتاع ال 80 اس رايبوزوم بس في نفس الوقت
بيحصل بيكسر لي وان واي وان هاي انرجي بوند، يعني جي تي بي اللي كان ماسك فيها تتحول لجي دي بي وفوسفورس، وايه ويحصل ويسيب بعد كده الامينو سالت ار ان اللي كان ماسك فيه، بعد ما يمسك الامينو سالت ار ان في الاي سايت هو يفك عنه علشان يجيب بعد كده امينو سايل تي ار ان اي جديد. تعالوا نقرا الكلام اللي في السلايد بتاع 21. قال لك ايوكاريوتيك الونجيشن فاكتور 1 الفا ماسك في جي تي بي هيبدا يمسك النيو امينو سالت ار ان اي علشان انيبل ات انه يدخل في الاي سايت بتاع الريبوسوم على حسب الكودون انتي كودون ريكوجنيشن، ويحصل هيدروليز جي تي بي لجي دي بي وفوسفورس، وريليز للايوكاريوتيك انيميشن فاكتور 1 الفا يطلع مره تانية عشان يقدر يجيب نيو امينو سيل تي ار ان اي. طب دي اول حاجه. طب وبعدين شايفين في سلايد 22 بقى عندي امينو سيل تي ار ان اي موجود في البي سايت وامينو سيل تي ار ان اي في الاي سايت. قال لك ما بيبقوش قاعدين كده مع بعض فاضيين بعاد عن بعض، لازم يجربوا عن بعض. تلقى الكربوكسيليك جروب بتاعه الامينو اسايل بتاعه الميثيونين او بتاع الامينو اسيد او بتاع الامينو اسايل تي ار ان اي الموجود في البي سايت يربط بالتايت بوند مع الامينو جروب بتاعه الامينو اسيد اللي في الامينو اسايل تي ار ان اي اللي في الاي سايت، يعمل لي بيبتايد بوند. حلو كده تمام اهو. عن طريق ايه بقى؟ تعال نشوف. البيبتايد بوند تتكون بين كربوكسيليك جروب بتاع الميثيونين تي ار ان اي في البي سايت والامينو جروب بتاع الامينو اسايل تي ار ان اي اللي في الاي سايت، وبعدين لازم كده ارتبطوا لازم يفكوا من لا اما من البي لا اما من الاي. فهنا قال لك بيفكوا من فين؟ بيفكوا من البي، يعني اذا يحصل كت كده عن طريق انزيم اسمه بيبتيدايل اسمه ايه ده، عن طريق انزيم اسمه بيبتيدايل ترانسفيريز يقطع لي الامينو اسيد من الميثيونين تي ار ان اي اللي موجود في البي، بحيث يبقى عندي الداي بيبتايد اللي هو اثنين امينو اسيد ماسكين بيبتايد بوند مسكوا في التي ار ان اي الموجود في الاي سايت وسابوا لي في البي سايت تي ار ان اي ما فيهوش امينو اسيد اللي هو ان تشارجد. يبقى خلي بالك حتى بيسموا الانزيم اللي عمل اللي اسمه بيبتيدايل ترانسفيريز ده بيسموه رايبوزايم، لان هو شبه الار ان اي ستراكشر وليه انزيم اكتيفيتي بيقط الامينو اسيد من التي ار ان اي اللي ماسك فيه. خلاص يبقى كده انا جاء الايوكاريوتيك الونجيشن فاكتور 1 الفا ماسك في الجي تي بي حط لي نيو امينو سالت ار ان اي في الاي سايت، وبعد كده اللي بيجي عندي امينو سالت ار ان اي في البي وامينو سالت ار ان اي في الاي، يروح يحصل رابطه بيبتديه من بين الاثنين خلاص، ويتقطع الامينو اسيد من التي ار ان اي اللي موجود في البي سايت عشان يبقى الامينو سايد امينو اسيد الاثنين ماسكين ببتايد بوند في التي ار ان اي اللي موجود في الاي سايت، واخلي في البي سايت تي ار ان اي فري ان تشارجد، وده كله بواسطه البيبتيدايل ترانسفيريز. طب وبعدين؟ وبعدين اهو شايفين في الرسمه 24 ادي اللي عمله البيبتيدايل ترانسفيريز، ربط رابطه بيبتيديه وقصه من التي ار ان اي الموجود في البي سايت وبيجا كله موجود على الاي سايت، فسموا التي ار ان اي الموجود في الاي سايت عشان بيجا ما بيجيش حامل لامينو اسيد بس، ده بيجا حامل لبيبتايد، البيبتايد اللي احنا عرفناه في البروتين كيمستري اقل من 50 امينو اسيد ماسكين ببعض برابطه بيبتيديه، فبيجا بدل ما اسمه امينو اسيد تي ار ان اي يبقى اسمه بيبتيدايل تي ار ان اي، بدل ما اسمه امينو اسيد تي ار ان اي بجسمه بيبتيدايل تي ار ان اي. طب وبعدين يحصل انتقال، ما انا كده انا مفول المفروض اتحرك اترجم كودون جديد، ففي النقله دي يا جماعه بالترانس لوكيز بيحصل ايفنتس كتيره. اولا هتلقى الامينو اسيد التي ار ان اي الموجود في البي سايت يروح يترمي عن البي سايت ويسيب البي سايت فاضي، والبيبتيدايل تي ار ان اي اللي كان في الاي ينتقل على البي سايت عشان يسيب الاي سايت فاضي للنيو امينو سايل تي ار ان اي يدخل على حسب الكودون انتي كودون ريكوجنيشن. تعالوا نشوف الكلام ده تاني اهو. قال لك الريبوسوم بتتحرك 3 بيزس على الام ار ان اي ناحيه ال 3 داش اند، وخلي بالك انا لما ترجم الام ار ان اي لبروتين بقرا في اتجاه 5 3 على عكس الريبليكيشن والترانسكريبشن كنت بقرا الشريط في اتجاه 3 5 بس البنى 5 3، هنا بترجم البروتين على الام ار ان اي في اتجاه 5 3. طيب قال لك اللي بيعمل عمليه الترانسلوكيشن ده ترانسلوكيز انزيم، وبحتاج ايوكاريوتيك انجيشن فاكتور 2 اهو وهاي انرجي كومباوند. قال لك بيحصل ريليز للفري اند تشارج تي ار ان اي من بي سايت، ويحصل انجل البيبتيدايل تي ار ان اي من الاي للبي، واسيب الاي فاضي عشان يستقبل لي نيو امينو اسيد تي ار ان اي، والعمليه تبقى ريبيتد وهكذا في كل مره بضيف امينو اسيد للبولي بيبتايد تشين. ولو حسبنا اهو بالمنظر ده اد ايوكاريوتيك انجيشن فاكتور 2 ماسك في الجي تي بي كسر الجي تي بي الجي دي بي وفوسفورس وراح عمل ايه، عمل لي عمليه الترانس لوكيشن وحصل ريليز للان تشارج تي ار ان اي،
والبيبتيدالتي ار ان اللي في الاي سايت انتقل للبي سايت وفضلي مكان الاي سايت عشان يستقبل لي نيو امينو سايت ار ان اي، وهكذا تستمر عمليه الالونجيشن. وبالتالي لو حسبنا كميه الطاقه عشان اضيف بيبتايد بوند جديد او اضيف امينو اسيد جديد، هم اربعه هاي انرجي بوند، اثنين في الاكتيفيشن، وواحده لما ادخل الامينو سايت ار ان اي في الاي سايت، وواحده لما عملت ترانسلوكيشن برضه. فتوتالي لو حسبناها استهلك اربعه هاي انرجي بوند علشان اكون نيو امينو اسيد في البيبتايد بتاعتي او في البوليبتايد شين. طب انا هيقعد كل شويه اقعد ازود البوليبتايد شين لغايه ما حصل ترانسلوكيشن، فطلع الكودون اللي موجود على ام ار ان اي احد التيرمينيشن كودون الثلاثه المعروفين، احد كودونات الوقف سواء اليو اي اي او اليو اي جي او اليو جي اي. طب ما فيش تي ار ان اي يتعرف لي على كودونات الوقف، بس مين اللي هيتعرف عليها؟ الايوكاريوتيك ريليزنج فاكتور. كل كودون وقف بيتعرف عليه ريليزنج فاكتور خاص بيه. فانا طالما عندي 3 تيرمينيشن كودون، فانا عندي 3 ريليزنج فاكتور 1 و2 و3، بس ما بيقدرش يتعرف عليه لوحده، لازم يساعد، عايز طاقه وعايز البيبتيدايل ترانسفيريز. قال لك ايه اللي بيحصل؟ هو بيبدا يقطع بقى، يقطع الايوكاريوتيك ريليزنج فاكتور ده، يقطع البوليبتايد تشين اللي في الامينو سالت ار ان اي اللي موجوده في البي سايت، خلاص، عشان يعمل ريليز بقى لكل الحاجات عن بعضها، يريليز البوليبتايد تشين اللي انا كونتها، وهو بنفسه يطلع الايوكاريوتيك ريليزنج فاكتور، ويخلي التي ار ان اي اللي كان شابك فيه البوليبتايد تشين برضو يطلع عن الريبوسوم، وبالتالي ال 80 اس ريبوسوم ترجع فري زي ما كانت. بالمنظر ده ادي الايوكاريوتيك ريليزنج فاكتور واحتاج طاقه، راح قطع الرابطه ما بين التي ار ان اي والبوليبتايد تشين موجودين في البي سايت، انا في سلايد 29. وبعد كده بعد ما قطعها راح فكك كل الدنيا عن بعض، هو نفسه مشي والبوليبتايد تشين طلعت، والام ار ان اي فك عن الريبوسوم، والتي ار ان اي الفري ده برده فك. فكده انا انتهيت عمليه البروتين سينثيسيس. هل البروتين لما صنعه، بس قبل ما اروح للقصه دي محتاج ان انا اوريكم الفيديو اللي هو البروتين سينثيسيس عشان نتخيل اكتر تاني. يا رب تكونوا متابعين معايا. هعمل ستوب للبرزنتيشن واعمل سكرين ديت دي، واروح اجي دي هنا اهو، هعمل كده. ده اعلانات ههرب منها سريعا دلوقتي. Prokaryotic cells. Translation is initiated by formation of an initiation complex consisting of the 30S ribosomal subunit, monomethyl tRNA, and messenger RNA. The 50S ribosomal subunit then joins the complex. معلش، هو ده في البروكاريوت الفيديو ده، بس هو شبه الايوكاريوت برضو اللي احنا حكيناه. انتوا شوفوا بس المنظر العام عشان تتخيلوا. The 70S ribosome has two sites to which transfer RNA carrying amino acids combine. One is called the peptide or P site, and the other is called the acceptor or A site. معلومه جديده في الفيديو ده، البي ببتدايل تي ار ان اي، يعني تي ار ان اي اللي بيتحوش عليه ببتايد وتكبر كل شويه، والاي 4 اكسبتور يعني بيأكسبت النيو امينو سيل تي ار ان اي. ماشي، معلومه حلوه برضه. The formal methionine carried by the transfer RNA in the P site is then joined to the amino acid carried by the transfer RNA that just entered the A site by a peptide bond. زي ما انتم شايفين كده، التو سايت البي والاي في امينو سالت ار ان اي، بس بدا ينتقل امينو اسيد من البي سايت الى الاي سايت عشان يعمل لي بيبتايد بوند، وساب لي تي ار ان اي في البي سايت فري كده ان تشارج. العمليه دي اسمها ترانسلوكيشن، اتحرك 3 كود 3 بيزس يعني 1 كودون. فنتيجه الحركه دي الفري اند تشارج تي ار ان اي اترمى بره،
والبابتدائي الدي ار ان ايه اللي كان في الاي سايت بقى في البي سايت، وفضالي الاي سايت عشان يستقبل نيو امينو سايت ار ان ايه. As the shift occurs, the two amino acids on the transfer RNA in the peak site are transferred to the new amino acid, and the second transfer RNA is released from the E site. The ribosome continues to move along the messenger RNA, and new amino acids are added to the growing polypeptide chain. The elongation of the polypeptide is terminated when a stop codon moves into the A site. A stop codon does not specify an amino acid and does not have a corresponding transfer RNA. The ribosome dissociates into the 30S and 50S subunits, and the messenger RNA and protein are released. بس كده احنا خلصنا. انا عايز بس اقفل دي كده اهو، اعمل سكس كانسل. تمام. دي كانت بس فكره، بس احنا هنا المره دي بيشوف البروتين سيسس في البروكاريوت ما اختلفش كتير عن الايوكاريوت. ابلود البروتين سيسس. طيب الفيديو اللي ما شافوش معانا ممكن تشوفه ليتر اون، حتى زميلكم مشيرينه على الشات يعني، او ممكن تشوفه مع نفسك بعد كده يعني. ريبليس. اوكي بس بيحمل. طيب لا بس انا لسه ما خلصتش. لا 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 البوست ترانزيشن نوتيفيكيشن، التعديلات زي ما كان في بروسيسنج بيحصل للار ان ايه برضه في للبروتين، بس هي قليله شويه. متلخصه في اربع نقاط. اولا يبدا يحصل البروتينات تروح للاماكن المخصصه ليها، بيسموها يبدا زي المرور كده، البروتين الصنع ده يروح لمكانه، يروح الناحيه دي، ده يروح للطريق ده، بيسموها انتراسيلولار ترافيك وسورتنج اوف بروتين، ان ترافلنج اوف ذا بروتين من الريبوسوم بعد تصنيعها للديفرنت سايت على حسب المكان اللي تشتغل فيه. بيحصل حاجه اسمها تريمنينج، يعني انا ساعات البروتين تتصنع معاها اكسترا بتاعت ملهاش لازمه، فلازم اقصها عن طريق حاجه اسمها تريمنينج. بيحصل كوفيننت التريشن، ساعات اضيف او اشيل كيميكال جروب بتعمل اكتيفيشن او ان اكتيفيشن للبروتين، زي اضيف فوسفورس وفوسفوريليشن او هيدروكسيليشن او اسيتيليشن او ميثايليشن، او كمان الفولدنج، لازم ان انا اعمل فولدنج للبروتين للسكندري والتيرشري والكوترنري ستراكشر، زي ما خدنا البروتين ستراكشر في البروتين كيمستري عشان يبقى اكتف ويشتغل. طيب انهي فيديو؟ يعني انتوا عايزين اديكم لينك الفيديو هنا؟ طب اهو اديه لكم على الشات حالا. عينيا. حاضر. عشان هو انا عارف ان مش هتعرفوا تطبعوه في البي دي اف، يا رب بس يظهر لكم على طول. معرفش ظهر ولا لسه. ده لينك الفيديو يا شيماء، ممكن تشغليه مع نفسك يعني. ماشي اوكي تمام. السلايد دي بتلخص. ماشي احنا خلصنا الفيديو بس عامه يعني. بتلخص تأثير المضادات الحيوية ازاي بتوقف عملية الـ RNA transcription او البروتين سيسس بس في البكتيريا. فمديك اول شوية اول كام انتيبيوتيك ازاي بيوقف الـ RNA transcription في البكتيريا، والاخرانيين دول في البروتين. خدهم كده ان تاتش يعني سريعا. ريفامايسين
بيعمل ايه؟ بيمسك في البيتا سب يونت ويمنع عمليه الالونجيشن اصلا بتاعه الار ان اي. الاكتينومايسين دي بيروح يمنع الار ان اي بوليمريز يتحرك على الونج الدي ان اي عشان يعمل لي ترانسكريبشن. الامينو جلايكوزايدز ديت بتمسك في الار الريبوزوم الار ان اي وديسترب البايندنج اوف ذا ام ار ان اي للريبوسوم، يعني ما بتخليش البروتين سينثيز يحصل اصلا. التترا سايكلين بتمنع البايندنج اوف ذا امينو سايت ار ان اي للاي سايت. الكلورامفينيكول بيمنع البيبتيدايل ترانسفيريز، يعني بيمنع البروتين سينثيز. البيورومايسون ده مضاد حيوي بيروح يمنع الريليز او بيسبب لي بريماتور ريليز اوف بيبتايد في الاي والبروكاريوتس، فما يخليش البروتين يتصنع كامل. السايكلوكسامايد بيمنع البيبتيدايل ترانسفيريز. وفي الدفتيريا توكسين بتمنع الايوكاريوتيك الونجيشن فاكتور 2، خلاص فبتمنع عمليه الالونجيشن اصلا. طيب احنا كده خلصنا الجزء الثاني من المحاضره، ودول سامبل كويتشن هتختاروا منهم سؤالين وتدبسوهم في البورتفوليو ونبدا في التمرين بتاع النهارده. مين من دول سيرف از انيشيشن كودون فور ستارت اوف بروتين سينثيسيس؟ برافو عليك يا معتصم، انت واحمد جهلان وورده وزينب وغاده وساره. ماشي نيجي للسؤال الثاني. اجابه السؤال الثاني، شاطر يا حازم، ساره برضو شاطره وشوقي وحامد واسلام. السؤال الثاني بقى جاوبهولي. The first step of incorporation of amino acids into the peptide chain in eukaryotes is carried by. Participation of the amino. ايوه بالظبط، اول خطوه في incorporation of amino acid into polypeptide chain انه يحصل participation ب الامينو سالت ار ان اي سنسيتيز. تمام برافو عليكم. لو رقم ايه فور بريفنتنج. السؤال الثالث انا حلتها دي، محلوله على فكره، هي متظلله اسود على البي. هو اللي بيمنع ري اسوشيشن المفروض اكشوالي، يعني لو جاب لك واحد بس فيهم تختار رقم اللي هو ايوكاريوتيك انيشن فاكتور 3، بس لو جابهم واحد وثلاثة تختار الاختيار ده. دايما يا جماعة الام سي كيو اختاروا الاصح. ماشي نيجي للسؤال رقم 4. ال 43 اس برينشن كومبلكس تحتوي على كل دول ما عدا ان شاء الله، ما برضه حللها دي للاسف مش عارف ليه انا زي حاطط لكم شباب علينا. ماشي هو ما فيهوش رقم 4 لان 4 موجودة في ايه؟ في ال 48 اس برينشن كومبلكس. ماشي شاطرين تمام. رقم 5 during protein synthesis the requirement of energy is necessary for all stages ما عدا. صحيح البيبتيدايل ترانسفيريز مش بيحتاج، بس الترانسلوكيز بيحتاج، لكن البيبتيدايل ترانسفيريز مش بيحتاج. طيب نيجي احنا كده خلصنا الجزء الثاني، نعمل ستوب للريكورد. الجزء